تحية طيبة وبعد لمشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك، معكم عبدالله بعلبكي ومن خلف الكاميرا زميلة محمد الشيخ. هذا البث المباشر ننقله إليكم من البقاع، تحديدا من منطقة باريلياس ومن أمام محل بيع الخضار والفواكه. والفارق بالسعر بين الجملة والمفرق مش كلمة بتتم أبدا أعزائي المشاهدين، عم بيكون في فرق بين أسعار الخضار بسوق الجملة بأسواق الخضار الكبرى بالبقاع وبالمحلات الصغيرة. بداية معنا صاحب محل بباريلياس، أهلا وسهلا فيك. شو اللي عم بيخلي أسعار الخضار ترتفع؟ لأنه سمعنا آخر يومين كان في ارتفاع بأسعار بعضها. لأنه هلا هي بتتعلق بالدولار. هلا بيقول لك المزارع أنا عم بشتري الدواء على الدولار، أنا على الفعل عم يغلى أجاره، البلاستيك عم يغلى، اليد العاملة عم تغلى، بده يغلي. قد ايه لك فاتح محلك؟ تقريبا شي 15-17 سنة. 15 سنة يعني صرت محترف تقريبا بشغلك، صرت تعرف ايمتى بدك تسعر، ايمتى بدك تغير السعر. انا هلا انا مثل ما بتسوق مثل ما ببيع، عرفت علي كيف؟ بتسوق على الغالي بدي ابيع غالي، بتسوق على الرخيص بدي ابيع رخيص، لانه بضاعة بدي شيلها بدي حركة. بسوق باريلياس مثلا على سبيل المثال هو السوق الاكبر لبيع الخضار، الاسعار بتكون اقل من المحلات العاديه. هلا انت وعم نحس بفارق اوقات 10000 20000 على الكيلو تقريبا، طيب ليه هالفارق احيانا عم بيكون؟ في عندك ناس بيحطوا هيك اسعار، بس بمنطقتنا هاي ما فيها هالنسب هاي اللي عم تحكي عنها انت، عم بيحطوا نسب قليله يعني في سبيل انه يطالع النقل. عندك البنزين غالي، النقل غالي، الاجارات غالي، عرفت علي كيف؟ بدك شيء طالع معك يعني، اذا انت ما حطيت فرضا على الكيلو كثير. عم نسمع شكاوي من بعض الناس بالبقاع، في غلا، في كثير في غلا يعني. هلا خود اكبر مثال، هلا اللي مدخوله على الدولار ما اختلف معه شيء، بالعكس الحياه رخصت شوي، بس اللي مدخوله على لبنان كثير كثير تاثر. طيب فينا نعطي فكره عن الاسعار قد ايه ارتفعت هول اليومين؟ البندوره عم بيقولوا لنا ارتفع سعرها. هلا هي كانت ارخص من هيك، البندوره ارتفعت لانه ليش؟ موسم البقاع بلش يخلص، عرفت؟ هلا بقى بلش موسم الساحل. موسم كيلو البندوره تقريبا بالمفرق ب 20 25 ب 20 حسب نظافه البندوره، الخيار كذلك الامر، يعني يوم بشد يوم بيرخي. نعم هي. طيب الفليفلي يعني انا عم بحكيك على المفرق. المفرق الكوسه ب 20 بالمفرق، الفليفلي ب 20 بالمفرق، عرفت علي؟ فرقت منيح كم الف عن الجمله. ايه يعني ايه؟ بمحلات عم تفرق 10000 20000 مثل ما ذكر. ما بالقليل لانه عندها شغيل كثير، اجار محلاتها بالدولار، اجار كذا يعني، عرفت علي؟ بدها ايه طبعا. عم تقدر تطلع لها؟ والله ما بقدر طلع شيء. مين بيطلع؟ طيب وين هون العالم دخلك؟ وين الزباين؟ ما في عدا في الطريق. هذا الخط بيشغله السوريين، خط الشام، اذا اشتغل خط الشام بيشتغل كل المحلات بتشتغل، عرفت علي كيف؟ يعني هون منطقة الشعب الاكبر بباريلياس المحل ما نحن واقفين تقريبا. لا لا بقلب الضيعه هو الشعب اكثر، بقلب الضيعه، انا هون طريق عام. نعم. اي هي. نعم شكرا لك ويعطيك الف عافيه. إذا سمعنا أول صوت لصاحب محل بمنطقة باريلياس، كنا عم نسمع شكاوي مستمرة من مواطني البقاع، من الساكنين بعدة مناطق بالبقاع، حول وجود فارق كبير بأسعار الخضار بين الجملة والمفرق. وهيدا المشهد منذكر عم ننقله لكم من منطقة باريلياس في البقاع الأوسط، وهذا الخط الأوتوستراد الدولي. طبعا هيدا الخط اللي كنا نشوف زحمة كبيرة عليه، اليوم يعني عم بيكون شبه فاضي. إجمالا عم نلاحظ هذه المشاهد بشكل مستمر وبشكل يومي، نظرا لنتيجة الأزمة أو لما يترتب على هذه الأزمة الاقتصادية من نتائج واضحة بالشارع البقاعي بشكل خاص والشارع اللبناني بشكل عام. أسعار الخضار والفواكه ارتفعت باليومين السابقين، كيلو البندورة وصل ببعض محلات البقاع ل 30000 بفارق أكثر من 10000 عن السعر اللي ممكن نلاقيه بالأسواق الكبرى، تحديدا سوق باريلياس. هون عنا محل كمان لبيع الخضار والفواكه، يعطيكم العافية. قد ايه عم تفرق أسعار الخضرة بين محل لمحل تقريبا؟ تفرق في شيء 10000. وبين محلات الجملة والمفرق؟
هيك بدك تسأل صاحب المحل. طيب انت كزبون حاليا موجود لاحظت ارتفاع بالاسعار باخر يومين بالبندوره بالخيار او طبعا طبعا عم تقدر تجيبه مثل قبل او عم تحس بصعوبه؟ لا طبعا طبعا نجيبه كان غلا وكان رخيص بدنا نجيبه لو كانوا غاليين بدنا نجيبه بدي اياكم نعم تتفرج عليهم نعم المئتي كنا نجيبها 4000 3000 هسه 20000 كيلو طيب شو يعني هي مش غلا يعني نعم شكرا لك يعطيك الف عافيه مرحبا يعطيكم العافيه مين المسؤول عن المحل؟ ممكن نسأله سؤال؟ هاي مسؤول هذا يعطيك العافية. سمعنا بآخر يومين في ارتفاع بأسعار الخضار والفواكه، بعض الخضروات والفواكه، قد ارتفعت أسعارها؟ ارتفعت كثير والله، اليوم كل البندور 20000، كان من نهارين كان 15000 12000، البندور الأردنية كانت 6000، اليوم 10000 كيلو. كله يعني في نسبة كثير غليت بالخضرة. طيب شو سبب ارتفاع؟ عندك فكرة ليه عم بيرتفعوا بهيدا الشكل؟ النقل هو الغلي، مازوت وأجار تصليح البيكابات هي هو الغلى الخضرة. ما هي اللي بدي أسأله، بسوق أب الياس مثلا بنلاقي السعر أقل من أسواق أو من المحلات اللي عم بتبيع مفرق، ليه؟ لأنه الجملة والنقل كمان كتير غالي النقل. إذا واحد بده يروح على طرابلس يجيب خضرة على سوق بالياس بده أقل شيء أجر البيكاب 5 مليون. بس أوقات السعر عم بيفرق كتير، يعني ما عم بيكون كم ألف، أوقات عم بيفرق 10000 15000 ببعض المحلات. في عالم بتغلي، في عالم تعمل دبل ربح بالبضاعة، نحن لا بنحط على الكيلو 2000، وفي عالم لأنه في عالم ما معه، في عالم ما معه حق خبز تاكل لحتى تدفع. طيب. إنه بتسعر بشكل يومي أو كل ساعة بيكون في سعر؟ حسب ما أشتري الخضرة، لأنه الخضرة كل يوم سعر أحيانا، أحيانا بضل شي 10 أيام نفس السعر. ولما يزيد سعر في احيانا الحامض رخص، كان كيلو الحامض وصل 50000، هلا كيلو الحامض 20000. الحامض رخص اليوم. طيب لما يزيد سعر كيلو البندوره بيزيد الاقبال او بيرجع بيتراجع الاقبال؟ بيزيد عدد الناس اللي عم بيشتروا او بيقلوا؟ نفس الشيء، بتشتري عالم لو زاد السعر، في عالم بتشتري ما انه بتقطع البندوره من البيت، بضل تشتري العالم خضره بندوره وهيك عادي يعني، بس يغلى وترخص. وضع الفواكه كيف؟ الاسعار عم تنخفض لانه صرنا ببدايه الموسم الخريفي هلا. ايه لا بعد والله في شيء غلي، مثلا الدراء كان 15000 اليوم 30000 غلي الدراء لانه باخر موسم. نعم شكرا لك. وهيدي اللقطات عم نشوفها مشاهدينا من محل لبيع الخضار في بر الياس، ان هالمحل في اقبال اكثر من الناس. نقلنا لكم المشهد من بر الياس في البقاع، شكرا لحسن المتابعة، كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ.